الفوز على توغو 4-1. الفوز على قطر 1-0. تعادل مع غومبي 1-1. الفوز على تونس 1-0. تعادل مع بوروندي 1-1. الفوز على مالي 3-2. الفوز على كينيا 2-0. الفوز على السنغال 1-0. الفوز على تنزاني 3-0. الفوز على غينيا 3-0. تعادل مع كوت ديفوار 1-1. والفوز بفوز الجزائر بضربات الجزاء. الفوز على نيجيريا 2-1. الفوز على السنغال 1-0. الفوز على بنين 1-0. تعادل مع الكونغو 1-1. الفوز على كولومبي 3-0. الفوز على زومبي 5-0. الفوز على بوتسوانا 1-0. الفوز على نيجيريا 1-0. تعادل مع المكسيك 2-2. الفوز على زيمبابوي 3-1. تعادل مع زيمبابوي 2-2. تعادل مع زومبي 3-3. الفوز على بوتسوانا 5-0. الفوز على موريتانيا 4-1. الفوز على مالي 1-0. الفوز على تونس 2-0.